هي ثورة في رأي هؤلاء وانتفاضة في رأي آخرين، وربما هناك توصيفات كثيرة لما يجري في ساحات المدن والبلدات اللبنانية منذ الخميس الفائت. هي التحركات الاحتجاجية الممتدة من جنوب لبنان إلى شماله. هنا رفع المشاركون فيها مطالب كثيرة. أنا رأيي إسقاط الحكم، ثلاثة، كبير ووسط والصغير. بس بعتقد أنه اللي موجودين هلأ بالسلطة ما عندهم القدرة الفكرية اللازمة، عايزين عن الحل. يجمع الرافضون للسياسات الاقتصادية للحكومات اللبنانية المتعاقبة منذ مطلع التسعينات من القرن الماضي على أن الطبقة السياسية التي استلمت مقاليد السلطة عبر الانتخابات أو التعيينات قد أخفقت في إدارة شؤون البلاد، وأن الحل هو في استعادة الشعب لأمواله ويذهب آخرون إلى المطالبة بحكومة عسكرية. أنا بطلب من قائد الجيش يعملنا حكومة انتقالية ويلقطهم كلهم سوا ويحطهم بالحبوسة. أبرز ما في الحراك اللبناني المستمر أن بعض المحتجين يؤكدون أن النظام الطائفي قد سقط. ما بدنا طائفية سياسية. اليوم وجهنا رسالة كتير قوية بالشارع، النظام السياسي اليوم سقط بالشارع. حصول اللبنانيين على أبسط حقوقهم في الطبابة والاستشفاء والتعليم وغيرها من الحقوق يتطلب محاباة المسؤولين. إذا بدهم يزفتوا طريق بدهم يزلونا فيها، أوتوستراد دولي من جوني على عكار ما في ضوء على الطريق. بلبنان كل شيء غالي إلا الشعب الرخيص، عم بغلوا كل شيء وللشعب ما له لا حقوقه وما عنده قيمة. بين المتظاهرين من يرفض التعرض للسيد حسن نصر الله بما يمثله. السيد حسن نصر الله بيمون على الرقبة، له فضل علينا كثير، رجع لنا كرامتنا لما حرر أرضنا. بيد أن المطلب المشترك للمتظاهرين والذي يتكرر ليلا ونهارا يكمن في رحيل السلطة. احتجاجات لبنانية إذن بمطالب وشعارات كثيرة، فهل تستجيب السلطة لنبض الشارع أم أن الإصلاحات التي أقرتها الحكومة هي الحد الأقصى الذي يمكن تقديمه للمتظاهرين؟